مرحبا، اهلا وسهلا. انا وجيه الخياني وعم اعمل اسئله واجوبه عن الدراسه بالمانيا والشغل وكذا. بقى حابب اسالك شو بتشتغل وشو بتدرس؟ حضرتك من وين؟ تعرفنا على حالك. اسمي محمد قدري، من اوسلو بروك، من سوريا، قامشلي. اهلا وسهلا. سكان اوسلو بروك طبعا. بدرس معهد امين مستودع لاجو لوجيستيك بسموها بالالماني. تمام. بهالمجال 3 سنين، وبشتغل كمان ابن باي كمان جاسترونومي. حلو كتير. طب متطلبات دخول هذا المجال، هذا الاوسبيلنوك، في شيء متطلبات معينه مثلا مستوى اللغه مثلا بي اينس بيز فاي او طبعا بيلعب دور، مثلا يكون لغتك كمان كويسه، فهمت علي؟ تمام. بيتسوى اقل شيء و تاخذ تعطي مع الشيف، مثلا صار معك مشكله بتفهمه المشكله، في منه معه شهادات ما بيعرف يحكوا كثير. تمام. فهمت علي؟ طب شو في دوام مثلا شيفتات ولا دوام محدد؟ لا، شيفت واحد من الصبح بس فوش عنا. تمام. بس بتختلف من شركه لشركه ولا كيف؟ لا، هلا شركتنا فوش، غير شركه في سبيشيز في فوش. تمام. خلينا يعني نقول بالعربي انه دوام صباحي وفي دوام بعد الظهر. تمام ان شاء الله. طيب شو مثلا اجر اللي بتبقى خلال الاوس بيلدونج خلال الدراسه؟ هلا مثل في منهم بياخذ بالشهر 500-600، هيك بياخذوا كمان مساعدات من بافو. تمام. وحسب الشركة، هلا شركتنا مثلا تدفع شوي زيادة، مثلا 900-800 نيتو. تمام. هي خلال كل سنة نفس الراتب ولا كل سنة بتغير؟ لا، بتزداد بتزداد. يعني كل سنة بتزداد شي 100. تمام. حلو كتير. وبعد ما تخلص أوس بيلدونج؟ بعد ما تخلص كمان حسب شركتك، إذا بتاخدك بيعطيك مثلا صار نيتو 2000-2200 حسب الشركة اللي فيها أنت. يلا إن شاء الله بالتوفيق. تسلم. والشغل الجانبي اللي عم تحكي عنه شو هو؟ شو عم تشتغل؟ النيبن باي اللي جاسترونومي هو. تمام. وبشتغل محل المطعم مثل ما يقولوا كيلا. تمام. يلا سيدي إن شاء الله هيك بالتوفيق، والله يسلمك يعني. الله يسلك أمورك يا رب. تسلم. شغل موعب شو ما كان شغل، شغل حلال عليك. مثل ما هو طالب وبشتغل جنبه يعني مثلا، فهمت علي؟ طالع. يلا سيدي إن شاء الله بالتوفيق، تشرفنا بمعرفتك معك. على راسي يا أخوي، تحياتي. على راسي. تسلم.